ما شفناهمش وحالة ديالهم الصحية مزيانة حتى الآن ولا في نفس الوقت أنهم يعني في ظروف بالنسبة حاليا هنا راهم في ظروف شوية يعني مزيان في الأول المداهمات والآخر يعني المهم كيعطيونا لأنهم فعلا تكرفصوا فعلا كذا ولأن كانت مداهمات عشوائية كانت يعني الظروف ديالهم المهم شوية حنا عيينا ومن بعد لقيتو بزافي شفتوه؟ لا بزافي باقي ما عنده الحراسة النظرية مازال ما تسالاتش لا ما استطعناش نشوفوه يعني حتى نساليو الحراسة النظرية ديالو كتسالي 96 ساعة أبري كاين واحد 30 ساعة زايدة عاد هذيك الساعة نقدروا يعني نشوفوه ما عندنا الرخصة الزيارة ديالو ولكن عنده هو الحراسة يلاه تشد الاثنين 29 كتنتهي تقريبا في سميتو في نهار الجمعة هذا السبت هادي عاد كتبدا واحد 30 ساعة ديك الساعة نجيو نديرو له الزيارة لا هو جوج بهم الحالات كاين هو محمد حكي أما بالنسبة للآخرين راه شفناهم كلشي بحال محمد شلول بحال الدراري كلهم شفناهم وكلشي الحالة زعما بالنسبة يعني كاين فيهم على حساب كاين حالات كاين الحالات اللي فيها شوية ديال الشبهة ديال أنهم شوية تكرفيس والتأنيب وكذا وكاين حالات اللي دازت عادية سوف نتعامل معها باللازم من القانون وبالكثير من الحياد وأن هذا الملف هذا يجب أن يأخذ مساره الطبيعي والعادي ويجب أن يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في كل ما يجري الآن سواء في مخافر الشرطة أو لا أمام المحكمة وأمام الجلسات والدفاع راه عازم على تكوين واحد القاعدة كبيرة ديال التعاطف من داخل المحامين بقصد مواكبة ومرافقة هاد 28 موقف والحالة ديالهم الصحية بخير مزيانين كيسلموا عليك.